مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. طبعا نحن بازمه وما عادت خافيه على حدا، ولكن نحن مقابل هالازمه بحاجه اكثر ان نتعاضد اكثر مع بعضنا، نساعد مع بعضنا اكثر، نكون الى جانب بعضنا اكثر، لانه في اولويات كثيره عند الناس، واهم انه تعيش بكرامتها ولقمه عيشها تناله. نحن بنعرف كثير اليوم قديه في موظفين، قديه في عمال للأسف الشديد ما عاد عندهم بقى أعمال، عم بفتشوا على لقمة العيش ببلد البطالة فيه ما في إلكم قدي نسبتها زادت، وبالتالي بنسمع كل يوم قطاع عم بيدق ناقوس الخطر عن قطاع. الكل بده يحافظ على موظفينه وعلى عماله، ولكن كيف بدنا نحافظ عليهم لما منشوف في مسؤولين وكأنه مش دارين شو صاير بالبلد؟ ما بعرف قدي اللبناني اليوم قادر بعد يصمد. للحقيقة نحن منا محبطين، ونحن مش أول أزمة من مرفية، ودايماً اللبناني بيوقف على إجراء بالرغم من كل التحديات والصعوبات. هالمرة صعبة أكتر لأنه دقوله برواتبه، بعيشه، بتعبه. لما منروح على بنك ما منقدر، يعني بيسألونا تعبنا شو بقى نعمل فيه، عم بيفوتوا كتير بخصوصياتنا بالوقت اللي عطينا الثقة لطبعاً المصارف في اللبناني اللي نحن منتغنى كنا بهالخدمة. وبالتالي بدي أقول للجميع ما لازم نفقد أمل إطلاقاً بهذا البلد، وكلنا بدنا نساعد بعضنا بهالمرحلة هيدي حتى تقطع بسلام، وعلى أمل إنه نهار التنين يكون عنا حكومة. كل نهار تأخير ما في يخبركم داي عم يخسر البلد، وداي في ناس عم تخسر من أشغالها، داي في ناس عم تخسر من كرامة عيشها ولقمتها. والحقيقة كتير 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 الحاجات اليوم، وما في برنامج عم بيطل إلا ما عم بيكون فيه طلبات إنسانية، وهيدا حق لمواطن يعني ليوصل لوقت عبر تلفزيون إنه يطلب مساعدة قدي صعبة على الناس. بالبداية بدي بلش بالمعلومة وأكيد بالتفاصيل الحلقة مع اتصالاتكم من تابع. بمعلومتنا بدي أذكر أنه وزير العمل قرر تمديد المهل بما يتعلق بإقامات العاملات والعمال الأجانب وإجازات العمل وبراءات الدم لغاية 31 كانون الأول 2019 بسبب الأوضاع الغير مستقرة في البلاد وعدم استطاعة عدد من الموظفين وكذلك المواطنين الحضور إلى دوائر وزارة العمل لتجديد إجازات العمل وحصول على براءات دم وما يترتب عليها من رسوم إضافية بتشكل عبء إضافي عليهم. ومثل ما بنعرف كمان انه وزير العمل اليوم مع الاتحاد العمالي العام كمان عم يشتغلوا على صيغه ليحافظوا على العمال يلي للاسف راحوا اما صرف تعسفي او صار في حسم على رواتبهم او مهددين بلقمه عيشهم. كمان كان راسل وزير العادل بحكومه تصنيف الاعمال لتفعيل المحاكم العمل حتى كمان ما يصير في تاخير بالبت بكل هالامور يلي ممكن انه تساعد الناس. متابعات بمتابعتنا اليوم معنا مباشرة على الخط رئيس بلدية بيت مري الأستاذ روي أبو شديد، يعطيك العافية. صباح الخير، الله يعافيك. صرنا دايما منذكر لما بيكون في خطر ما ما بقى فينا نسكت، يعني ولا مرة كنا نسكت، بس دايما قد ما عم نشوف شي من مقاسي، يعني عم برجع راجع بموضوع الحيط الدعم يلي على الطريق العام، رح نشوف صورة اليوم اللي مهدد كمان بالسقوط وبيهدد معه أكيد سكان، وانت عندك علم فيه، شو فينا نقول للناس يلي اتصلوا فينا يلي خايفين؟ لأنه مثل ما بنعرف نحن بعز الشتاء هلأ وعم يجي سيول أكتر ما عم يجي أمطار، يعني السيول عم تجرف ما كل شيء بيقطع ما معه. أكيد هيدا حق لكل مواطن ببيت ميري وبالمناطق المحيطة يكونوا على علم بتفاصيل هيدا الحيط. هيدا الحيط من حيث المبدأ هو تابع لوزارة الأشغال، لأنه هيدي تعتبر طريق رئيسية بتجمع بين قريتين وبالتالي تدخل ضمن صلاحية وزارة الأشغال. نحن بس نهار هيدا الحيط بعتنا كتاب لوزارة الأشغال، وبعتنا كتاب هيدا خلال شهر شباط 2019، وبعتنا كتاب للهيئة العليا للإغاثة بناء لطلبهم، لأنه بالوقت كان في عاصفة وإجت نفس الأزمة على عدد كبير من القرى والبلدات. كل حوالي الشهر شهر ونص كنا عم نعمل مراجعات لحتى وصلنا مؤخرا لقناعة بأنه هيدا الحيط
يمكن بتخلص الشتوية بعد السنة وما يتنفذ لأسباب وأسباب، منها أسباب مالية منها أسباب إدارية روتينية. أخذنا قرار مؤخرا بالمجلس البلدي من حوالي 3 أشهر بتنفيذ هالأعمال على حساب بلدية بيت مري، وتنبلش نطبق هالعملية التنفيذ. كان في ضرورة لأخذ موافقة وزارة الأشغال لأنه هدول من ضمن الأعمال المسؤولة هي عنا. نعم. جدنا الموافقة مؤخرا، تأخرت شوي بسبب هالشهر ونص أو هالشهرين يلي قطعوا أزمة على البلد. امبارحة تصدق دفتر الشروط وتوافق عليه. مبدئيا مفروض من هلأ لأربع خمسة أيام نبلش بعملية التنظيم، وعلى الأرجح قبل آخر هاي السنة بيكون نبلش بتنفيذ، وعملية التنفيذ بدها 15 يوم يعني حتى ما يسبب بكارثة إضافية. يعني أكيد أكيد نحن عارفين هالشي وشعرين بهالشي وحاسين بالمسؤولية، ولكن حضرتك بتعرف أنه هيدول مش من صلاحياتنا، ونحن كبلدية ما فينا نعملها إلا بموافقة السلطات المسؤولة عن تنفيذ هالأعمال. في عندكم أشغال تانية ضرورية لازم تنعمل كمان استزرويل، يعني تلافيا لما عم يحصل ببقية المناطق. نحن كبلدية من قبل أول أيلول منبلش بعملية صيانة المجارير والقنوات الشتوية والحيطان حتى نوصل مبدئيا جاهزين. هلا أكيد نحن بضل في عنا شوية مشاكل، وهالمشاكل مردة لأنه في عنا كتير طرقات رئيسية بتقطع ضمن بلدتنا. نعم. وإمكانية تغطيتها بصورة تكون مثالية شوية صعبة، ولكن عم نجرب بقدر المستطاع أنه نقدر نكون عم نأمن حد أدنى من السلامة العامة لنضمن للمواطنين هالمرور السليم ضمن هالطرقات. وأكثر من هيك نحن وقتها بيكون في عواصف، وعارفين إنه في عواصف عم بتكون الأجهزة تبعنا مستنفة 24/24 إن كان شرطة أو أشغال، لحتى أي طارئ بيصير إن كان تسكير طريق أو انزلاق أو أشياء. نعم. بيصير بحالات الشتاء القوي اللي هلأ عم يجي عم نتدخل بصورة فورية ونعالج الوضع. أنا بدي أشكرك رئيس بلدية بيت مري المحامي روي شتيد. نحن نتوقف مع فاصل ومنتابع. نتابع الحل عنا عبر الام تي في، وباخد اتصالاتكم على 0444444. الو الو اهلا مسيو، تفضل. يعطيك العافية رباكة. اهلا، انا حسين فواز. اهلا حسين، انا شو كيف بنتك؟ الحمد لله. انا ولد طفلي اسينات فواز يلي بتعاني من مرض العضال. مزبوط. يعني ما توخذيني، بدي احكي شوي بوجع اللي انا عم بعيشه بالنسبة لبنتي. بنتي أول شيء بلا علم كمان، وشغلة تانية إنه العلاج تبعولها ما عم بقدر أنا أعالجها، وأنا مني مضمون وشغلي على قدي وبيتي بالأجار. هلأ الحكيم لما إجا آخر الزيارة لعنا قال ولا ممكن تقعدوا بالبيت، البيت كله رطوبة، البيت بده نفط، قاعد بلا براد وقاعد بلا غسيل، وأنا زلمي وضع على قدي. يعني بدي بس حدا يوقف حدي كرمال البنت، كرمال انا ضل مستمر حد البنت. يعني ما عاش فيني اخر نفس بعدني عم بقوله انه انا بعدني موجود بلبنان. البنت بدها سفر ودواها كثير غالي، وانا ماني قادر اعمل شيء، وبلدي لبنان مش قادر يعمل لي شيء. يعني ما تاخذيني، انا برا اول شغله بيحترموا بنتي. بنتي يلي بحاجة لكل 3 أشهر إبرة بتكلف 110,000 دولار كل 3 أشهر ليوقف المرض عنده، وأنا مني قادر صراحة، مني قادر يعني كفي حالي لقيت ببيتي. أنا عم بصرخ هلأ من وجعي صراحة، بكل صراحة طالب مساعدة بس لحتى أمن. يعني إذا مش شغلي أمن المحتاجات تبعول بيتي، لا براد ولا غسالة، وبيتي بده طرش، بيتي بالأجار، حالتي حالة. وين بيتك؟ أنا بيتي ببرج حمود. وأي شخص بحب يجي يشوف البيت ما عندي أي مشكلة، ويشوف البنت. أنا قبل مرة طلعت عند حضرتك لما كانت هي كتير تعبانة بالمستشفى من هديك السنة،
كانت كثير تعبانه، والحكمة قالوا لي انه لا، لما تاخذ هاو الاوبر بيوقف المرض عندها، ما بتتراجع لورا، بتتقدم لقدام. وانا مش قادر، من وين انا بدي اجيب لك كل 3 مليون و10 آلاف دولار؟ انا ضمان مني مضمون، ولكن وضع البلد انا مستعد اي شخص بده يساهم بهذا الموضوع يجي يشوف بيتي، تبعتي من حي الله حدا من عندك. نحن تعرفنا عليك وجيت لعنا من سنة وشفنا البنت، وأنا يعني ما حبيت حط صورة البنت على الشاشة احتراما لكرامة الطفل. ما عندي مشكلة. لا وكرامة أنتو كمان، لأنه نحن اليوم إذا بدنا نعطي أمل لهالطفلة هيدي ولهالعيلة، يعني نحن طبعا بدنا ندعي أيادي بيضاء الحمد لله بعد عنا إياها بلبنان ما انتهت، وحتى المغتربين يعني عم يتواصلوا معنا لما عم يعرفوا بأي حالة من هالحالات هيدي. أكيد بتمنى عليك تترك لرقم تليفونك إذا بتحب نحطه على الشاشة هيك بيتواصلوا معك مباشرة، حتى نقول نحن كمان بفترة أعياد ما بدنا نترك حدا بلا دواء، ما بدنا نترك حدا بلا أكل، ما بدنا نترك حدا عايش مش بكرامته. يعني كلنا اليوم بدنا نتساعد قدر ما بنقدر حتى نقدر نمرق هالمرحلة هيدي. بتحب نحط رقم تليفونك على الشاشة؟ بعتقد عنا يسار ورح نحطه. وهيك أنا بتمنى مين بيقدر يساعد أقله، يعني إذا بيأمنوا براد، يعني اليوم خلينا نأمن مستلزمات تكون عايشة ببيئة عقله، يعني بيئة سليمة تما يزيد مرضها. وموضوع 110 آلاف دولار حق الدواء، ما بعرف إذا وزارة الصحة عم بتجيب هذا الدواء ولا لا، يعني هذا موضوع لازم عم بتجيبه وزارة الصحة ولا لا، أنت عندك علم؟ يمكن قطع الخط. شو منقدر نساعد هالعائلة؟ منكون يعني عم نعمل كتير عمل خير. رقمه 03-20-10-96. أهلا وسهلا فيك. باخد اتصال آخر. ألو. ألو. تفضلي. يعطيك العافية مدام. أهلا. أهلا فيك. أنا عمري 75. إيه العمر كله. وجوزي الله يخليك يا رب. وجوزي عمره 75. يعني قاعدين اثنيناتنا لله تعالى اللي بيعطونا البنت هون بناكل وبنشرب فيه. هلا بيت اهلي ورثنا عندهم بيت قديم اكثر من 100 سنه معمر، فا قايل للسكوت، مع انه هذا حتى قشط قسم منه نص اللي على السطح قشط بارضه. نعم. فخفنا اللي قاعد تحت ما يقوم يكمل هبات هالشتويه ونبتلش فيهم. اكيد يعني. لانه لا أنا قادرة. رحت على البلدية هيديك السنة قلت لهم بعتوا مهندس، قال لا هيدي محالة، ما يمكن هيدا يستمر قايل للسكوت. بعلمك كان عم يقول هيك، راح على البلدية غير رأيه وقال بدك ترممي. شو أنا شو بعمل لرمم؟ شو بدك ترممي؟ ترممي والصور موجودة عندكم بالمره، عم نشوفها بالمره، عم نشوفها. يعني هذا المبنى في ناس قاعدين فيه تحته؟ ايه تحت. هن مستاجرين عندكم؟ لا، في منهم واحد خيّر. يعني اهل البيت. مستأجر. ايه وواحد مستاجر من التابعيه الكرديه. نعم. شو بدنا نعمل يعني اليوم؟ يعني في اليوم خطر على هالعائلات اذا يعني بعد طبعاً. شتوي مثل شتوي اولت امبارح بصير في كارثه. يعني شايفة الصور عم شوفوا، بتذكريني وين؟ بشارع المأمون، ما هيك مثل ما عرفت؟ ايوه شارع. طيب هلا شو المطلوب؟ انه البلدية يا الا يكتبوا اقرار على نفسهم لانهم معندين ما بدهم يطلعوا، انا ما دخلني، يكتبوا اقرار على نفسهم انه انا ماني يعني مسؤولة عنهم شو ما صار. هذا اللي بدي اياه، بس انه انت ما بتقدر تتحملي مسؤوليه ناس قاعدين بخطر. اعوذ بالله. وهن ما عم يتركوا لانه لا سمح الله صار شيء، يعني بالنتيجه انت مالكه، يعني اكيد بده هيدا. اكيد. طيب نحن خلينا نشوف بهيدي الحاله شو بنقدر نساعدك. انا لما شتت هالشكل وغيرها اكيد 100% شيء بخوف كان للاسف الشديد. معك حق، اهلا وسهلا فيك. صوره اليوم نشوفها سوا.
خذوا كراسي العالم واتركوه للوطن. بعتقد ما في لبناني اليوم الا ما عم بردد خذوا هالكرسي واتركونا بقى نعيش بسلام. للحقيقه هذا البرنامج اللي له 10 سنوات عبر الام تي في عم نوصل صوتكم، عم نوصل وجعكم، عم نوصل بالصوره وبالصوت، وعم نتابع كنا بقدر ما بنقدر لبل اكثر ان نوصل اليوم نرجع نستجدي كرامتنا بهذا البلد. هيدا شيء مش مقبول. انا ما عم لاقي كلمه اليوم اني اقولها للمسؤولين، هن بلا ضمير، هن ما عم بقدر لاقي الكلمه. بقدر اقول انه اي انسان بمسؤوليته اليوم اذا ما هيك غمض عينيه شوي ورجع لضميره وعم بيشوف هالوطن كيف عم ينهار وكيف هالشعب عم بيقاوم بعناد، يعني اكيد مسؤوليه كتير كبيره على الجميع. نلتقى بكره، الى اللقاء.